اشرح لاب 5 ويك 10 انستول باك تريسر اند بيلد سمبل نتورك ماده 340 كيف تثبت الباك تريسر وكيف تبني شبكه صغيره. طبعا ايش هو الباك تريسر؟ هو برنامج محاكي للشبكه. يعني تبغى تصمم شبكه مثلا تقدر تستخدم البرنامج هذا وتضيف اجهزه راوترات وسويتشات وتربطها مع بعض، وفي نظام محاكاة يتأكد لك هل الشبكة هذه شغالة ولا لا. البرنامج صراحة ممتاز ومفيد جدا يعني كتطبيق عملي لمادة الشبكات. خطوات تثبيت البرنامج موجودة في الملف، تروح للموقع وتشوف View Courses، تقدرون تتابعون الخطوات وتحملون البرنامج. ما أتوقع أنه صعب التحميل. ننتقل للتطبيق الحين. هذا المخطط الشبكة اللي يبغاه topology. topology يعني المخطط شبكة. يقول انه يبغى 2911 راوتر، هذا موديل الراوتر، وسويتشين موديل 2960، وثلاث محطات عمل اللي هي end devices الكمبيوترات. يبغى ثلاث كمبيوترات وسويتشين وراوتر واحد. الملف صراحة فيه اغلاط يعني وفيه لخبطة شوي. مثلا هنا عندك يقول لك يبغى راوتر موديل 2911، وهنا حاط 2811، لكن هذا هو الصحيح، هذه خطأ. فراح اضيف الاجهزة هذه كاملة بعدين نرجع نكمل على الملف. طبعا هذه واجهة البرنامج كاملة. اذا تبغى تضيف اجهزة مثلا تبغى تضيف من هنا اضافة الاجهزة كاملة، تبغى نتورك ديفايسز، عندك الراوترات، الراوترات كلها شكلها اسطواني، وهذه اسماء الموديلات تحتها كاملة. تحت يمينها سويتشات، سويتش شكله مربع نفس كذا، وبرضو هذه الاند ديفايسز هنا اذا تبغى تضيف الاجهزة اللي هي ورك ستيشن، بي سي، لابتوب، سيرفر، اللي تبغى مثلا طابعات تليفون. وهذه الوصلات اللي هي الاسلاك عشان تربط الأجهزة ببعض، عندك هذا ستريت ثرو، هذا كروس اوفر، وكذا هذا الباقي. بنكمل ان شاء الله شرح على على الواجهة المستخدم والادوات اللي موجودة ان شاء الله، انه بسيط يعني ما هو صعب. طيب بالنسبة للراوترات اللي يبغى موديل 2811، نروح على نتورك ديفايسز هذه، بعدين على الاسطوانة هذه شوف فوق مكتوب راوترات راوترز، ندور على الموديل اللي يبغاه 282811، هذا هو، تضغط عليه وتحطه في المساحة اللي عندك هنا. وبالنسبة للسويتشات يبغى موديل 2960، نرجع الباكيت تريسر تكمل برضه هنا جنبه على طول السويتشات 2960، يبغى اثنين، هذا واحد وهذا الثاني. بعدين مطلوب 3 ورك ستيشنز اللي هي ثلاثة أجهزة، ثلاثة أجهزة تختار اللي تبغى، مثلا تبغى بي سي، هذا بي سي ثاني وهذا ثالث. الحين هذه الأجهزة كاملة موجودة، نحتاج أن نربطها ببعض. طيب هذه خطوات الإضافة اللي سويناها قبل شوي اللي هي أجهزة والراوترات والكمبيوترات. هنا طالب، هذه إضافة السويتشات إضافة هنا، وهنا طالب أن نغير اسم السويتش إلى G1S1، هذا الراوتر الأول مسميه G1S1 وهذا الراوتر الثاني G1S2. تغيير الاسم تضغط عليه G1S1، تضغط انتر، شوف الاسم تغير عندنا، هذا السويتش الثاني G1S2، خلاص هذا G1S1 وهذا G1S2، هذه السويتشات. برضو الراوتر نفس الحكاية، يبغى يغير اسمه الى G1R1، تضغط عليه من هنا G1R1. هنا حط خطوة إضافية ما أدري إيش الفائدة منها.
يقول لك ان الراوتر يحتاج ابجريد، يبغى يضيف له مميزات، يعني يصير يبغى يضيف له منفذ في 4 بورتات. طبعا طريقة الإضافة سهلة على حسب اللي طالبه. هنا هو يبغى HWIC 4 منافذ. تضغط على الراوتر، تروح الفيزيكال، هذه الإضافات كاملة، هذه كلها فاضية من هنا. إذا تبغى تضيف انترفيس كارد أو تبغى تغير في نفس الموديل طفي من هنا. هنا عندك منفذين له، هو منفذين يبغى يضيف انترفيس في 4 منافذ، هذا نفس المطلوب HWIC 4ESW. تسحبه وتحطه هنا، انضاف معنا. بعد ما تخلص ترجع تشغل الراوتر. خلاص تمت إضافة المنفذ. شوف هنا حتى موضح يقول ان الراوتر مفروض يكون نفس كذا، نفس اللي سويناه بالضبط. يبغى تمديد الأسلاك، يعني يبغى يربط الشبكة ببعض عن طريق الكيبل. طيب هذه خطوات كلها ما لها داعي، لأن هذه بس توضيح للأسلاك. في نوعين من الأسلاك، ستريت ثرو وكروس اوفر كيبل. كيف تختار منهم؟ إذا الأجهزة متطابقة، يعني سويتش لسويتش، هب تو هب، راوتر تو راوتر، تختار كروس اوفر. كروس اوفر ايش؟ المنقط هذا، هنا شوف الفرق، هذا منقط وهذا سيده، يعني كامل. واذا الاجهزه مختلفه تختار ستريت ثرو، مثلا سويتش للراوتر، من سويتش الى بي سي، من راوتر الى بي سي، نفس ال بالصوره هذه موضح. شوف هنا ستريت ثرو، هذا راوتر سويتش. اذا الاجهزه مختلفه قلنا راوتر لسويتش ستريت ثرو، سويتش الى بي سي ستريت ثرو، نفس الحكايه. هنا من سويتش لسويتش كروس اوفر، من سويتش لسويتش كروس اوفر، هنا من راوتر لراوتر كروس اوفر. طيب الحين مفروض ان نمدد الاسلاك بين بين الاجهزه. نروح هنا على الكونكشنز. طيب وش قلنا؟ قلنا اذا من السويتش، من راوتر للسويتش، نختار ستريت ثرو، هذا المنفذ، رقم المنفذ فاست ايثرنت 010، تضغط عليه، يعني ان السلك هذا راح يدخل في منفذ 010، وهنا فاست ايثرنت 01. الزيرو هذا رقم البورت، والون هذا رقم المنفذ، يعني بالترتيب. وبرضه نفس الحكاية هنا، من الراوتر هذا للسويتش راح نختار ستريت ثرو. الحين فاست ايثرنت 01، يعني البورت 0، المنفذ اللي بعده على طول 1، وهنا فاست ايثرنت 01. برضه الأجهزة نفس الحكاية، عشانها مختلفة، من السويتش إلى بي سي ستريت ثرو فاست ايثرنت 01، فاست ايثرنت 0، وهنا نفس الحكاية 03 الى 0 الى 0، وهذا اخر واحد. بس عشان تصير اوضح شوي، طبعا في حركة عشان تبين لك المنفذ، مثلا السلك هذا وين متصل، اي بورت، ورقم البورت كم، عشان ما تتلخبط لما تعطي عناوين اي بي او تسوي اي شغلة، مثلا تبغى تربط اسلاك مع بعض او شيء. هنا مبين لك 010،
هذا سويتش مربوط على الراوتر من الجهة هذه عن طريق 0 سلاش 1، وهذا 0 سلاش 3، وهذا 0 سلاش 2، 0 1 0 2 0 3. واضح بالترتيب. هذه إذا تبغى تنفذها عندك يعني يصير واضحة، تقدر تروح على سيسكو باكيت تريسر، تروح الخصائص وتضغط صح على هذه Always show port labels on logical workspace، يعني يبين لك أرقام المنافذ في منطقة العمل. خلونا نتكلم أول شيء عن الأجهزة اللي موجودة هنا. عندنا راوتر وسويتش وبي سي، وهنا نفس الحكاية سويتش واثنين بي سي، وفي لينكات متصلة مع من الراوتر للسويتش، ولينك من السويتش للبي سي والبي سي الثاني برضه. اللينك هذا معطيك لون أحمر يعني إنه ما هو هيلثي، ما هو متصل مع السويتش، يعني مو عارف أنت مين، لأن الراوتر يشتغل على لير 3. لير 3 اللي هي نتورك لير، تحتاج عناوين اي بي عشان تتعامل مع باقي الأجهزة. يعني لو مثلا برسل طلب من البي سي هذا للبي سي الثاني ما راح يوصل، ليش؟ لأن اللينك هذا ما هو معرف عند الراوتر. يعني انت كل منفذ في الراوتر لازم تعطيه المنافذ هذا، مثلا استخدمت منفذين لازم تعطيها عناوين اي بي، لأن الراوتر نفسه يشتغل على الاي بي ادرس، بعكس الماك ادرس، بعكس معليش السويتش. سويتش عبارة عن منافذ، يعني ياخذ من هنا ويودي لهنا، ما يحتاج عنوان اي بي ولا شيء، هو يشتغل على لير 2، وظيفته يشتغل على نفس الماك ادرس اللي هو الفيزيكال ادرس، فما يحتاج عناوين اي بي. طيب في طريقتين نقدر نعطي عناوين اي بي، عنوان اي بي يكون وش هو للمنفذ هذا، فاست ايثرنت 0 سلاش 0 فاست ايثرنت 0 سلاش 1. هذه منفذين مستخدمها انا، واحد للسويتش ده وواحد للسويتش هذا. هو عنده عنوان الماك ادرس، بس ان الراوتر ما يشتغل الا على الاي بي، فلازم اضيف عناوين اي بي، عنوان اي بي للمنفذ ذا والمنفذ الثاني. في طريقتين للاضافه، اما انك تروح تفتح الجهاز وتروح الكونفيج وتروح نفس المنفذ هذا 0 سلاش 0 اي بي كونفيجريشن اي بي فيرجن 4 ادرس، تحط عنوان الاي بي هنا والسبنت ماسك، وبرضه 01 هنا اي بي فيرجن 4 وسبنت ماسك. والطريقة الثانية اللي هي عن طريق سطر اوامر حسب الملف. طبعا خطوات السطر اوامر بسيطة وما هي صعبة ابدا. أول خطوة، أول ما تضغط على الراوتر، تضغط على الراوتر وتروح للكوماند لاين، يجيك الكلمة هذه continue with configuration dialog، تختار ما يس أور نو، تحط ان بعدين انتر، بعد الانتر تضغط انتر مرة ثانية، وراح تطلع الشاشة عندك مثل كذا راوتر وفي سهم جنبه. نفس هنا لو تلاحظون هذا راوتر وسلاش جنبه السهم. عشان تتحكم في نفس الراوتر تحتاج صلاحيات، فتضغط انيبل عشان تروح للبريفليج مود، يعني تصير زي ما تقول انت الروت لنفس الجهاز هذا، تصير انت متحكم فيه. نضغط انيبل هنا، بعدين اعطاني راوتر وهاش جنبه. شوفوا هنا الخطوات، راوتر انيبل، بعدين عشان تدخل وضعية الاعدادات كونفيجر تيرمينال، عشان تدخل جلوبال كونفيجريشن مود تكتب كونفيجر تيرمينال عشان تعطي عناوين اي بي وتضبط وتسوي اللي تبغاه. نكتب كونفيجر تيرمينال، عطى
انا راوتر كونفج هاش يعني وضع اوكي. الحين عندي صلاحيات اقدر اضيف عناوين اي بي للمنافذ كاملة اللي متصلة بالجهاز زي ما تلاحظون، نفس الظاهر نفس اللي عندي. طيب هنا طالب ان نغير اسم الجهاز، تشوفون هنا حاط راوتر، فتكتب هوست نيم جي 1 ار 1 عشان تغير اسم الراوتر. شوف تغير من راوتر الى جي 1 ار 1 كونفيج. بعدين طالب ان نعطيه المنفذ فاست ايثرنت 0/0 عنوان الاي بي هذا 10.0.6.1 والسب نت ماسك 255.255.255.0. يعني ايش هو السبنت ماسك؟ يعني الاول 3 اوكتت، يعني هذا اوكتت وهذا اوكتت وهذا اوكتت، يعني 24 بت هذه كاملة محجوزة للنتورك، والباقي هذه 8 بايت، معليش 24 بايت هذه محجوزة للنتورك، ومن بعد الواحد 255 بت، يعني تقريبا 8 بايت هذه كاملة محجوزة للهوست. يعني أقدر أحط 255 هوست، يعني لو أحط 255 كمبيوتر أقدر أعرفها على نفس عنوان الاي بي هذا. الحين يقول لازم تعطي الكل انترفيس اللي هو قلنا فاست ايثرنت 0/1 و0/0/0/0/1 في الراوتر، تعطيه عنوان اي بي. كيف تعطيه؟ عن طريق الكوماند انترفيس فاست ايثرنت 0/0. طيب نروح على سطر الاوامر انترفيس فاست ايثرنت 0/0. الحين يعني زي ما تقول انه دخل في نفس المنفذ هذا، المنفذ اللي هو فاست ايثرنت 0/0. هذه العنوان طاولة طاولة هذه الجدول عناوين الاي بي لكل المنافذ، طبعا ما راح ننفذها كاملة، بننفذ بس 0/0 و0/1. كيف تعطي عنوان اي بي؟ تكتب اي بي ادرس 0.10.0.6.1 255 هذا السب نت ماسك، تكتب عنوان الاي بي اول شيء بعدها تحط السب نت ماسك. نكتب اي بي ادرس 0.6.10.0.6.1 بعدين نضيف عنوان السبنت ماسك 255.0. هذه يعني اخر 255 هنا محجوزة للهوست، و200 الباقي هذه كلها للنتورك. خلاص بعدها اضغط انتر، خلاص تم إضافة العنوان الاي بي. بعد ما أضفته لازم تنشط الانترفيس زي ما قلنا، ان اللينك هذا نفسه داون طافي يعني ما هو هيلثي. بعد ما تعطيه عنوان اي بي تكتب الامر ذا نو شت داون، شفتوا كيف اعطانا لون اخضر؟ يعني الحين صار هيلثي. لاين بروتوكول ان انترفيس فاست ايثرنت 0/0 تشينج ستيت تو اب، يعني اللينك صار اب صار شغال وضعه. بعدها تطلع من خلاص الحين عرفنا اللينك هذا، عرفنا اللينك ذا كامل فاست ايثرنت 0/0، باقي اللينك الثاني. بعدها تضغط اكزيت، يا
تطلع تضغط اكزت عشان تطلع من الانترفيس اللي ضبطناه قبل شوي. اكزت اكزت عشان يرجع لل global configuration mode، يرجع لنفس الراوتر، بعدين يدخل المنفذ هذا. أنا أكتب نفس الأمر اللي قبل شوي اللي فوق، interface fast ethernet 0/1 interface fast ethernet، رقم البورت ورقم المنفذ. خلصنا هنا، أعطيه عنوان. الحين رحنا للمنفذ هذا fast ethernet 0/1، هم عنوان الاي بي، اي بي ادرس 0.10.0.7.1. هذا السبنت ماسك، ولو تلاحظون ان نفس عنوان الاي بي هنا 10.0، وهذا 6 وهذا 7، بس غير رقم هنا. يعني هنا اقدر اعرف 255 او 254 جهاز، وهنا 254 جهاز. هذا اعطيه انتر، بعدين نو شت داون عشان انشط اللينك. change state to up، هذا fast ethernet 0/1. شفتوا اشتغل معي الخط هنا. بعدها لازم تحفظ الاعدادات اللي سويتها انت، عشان ترجع لل global configuration mode اللي هو وضع الإعداد. تطلع من نفس الانترفيس اللي ضبطته قبل شوي، تضغط exit exit عشان تحفظ الإعدادات اللي ضبطتها. تكتب الأمر هذا copy running config startup config، يعني اذا اشتغل الجهاز، يعني الاعدادات الحالية احفظها لما يشتغل الجهاز، عشان اذا طفيته وشغلته ما يتغير شيء. ونضغط exit مرة ثانية عشان تطلع من نفس configuration mode. exit بعدين copy running -config تعطيه انتر. خلاص تم حفظ جميع الاعدادات building configuration. زي ما هو واضح building configuration. اوكي G1R1 داش، هذا اسم الراوتر. اي بي الحين تلاحظون ان اللينك 0/0 0/1 كلها اخضر، يعني متصلة مع السويتش هذا. طيب كيف تتأكد؟ زي ما قلنا انه في طريقتين للاضافة، اما عن طريق الكوماند لاين ولا عن طريق الواجهة المستخدم. تروح للكونفج فاست ايثرنت 0/0، هذا نفس المنفذ. شوفوا هنا اي بي فيرجن 4 ادريس سبنت ماسك 10.0.6.1، وهنا 255 255، وهذا المنفذ الثاني 10.7.0.7.1 255، نفس الحكاية. الحين أضفنا المنافذ هذه، باقي بس الكمبيوترات. أعطي الكمبيوتر اي بي، وهذا اي بي، وهذا اي بي. نرجع للملف الحين، يقول وقت الإضافة عناوين اي بي للبي سي 1 وبي سي 0 عشان يقدرون يتواصلون مع بعض.
طريقة الإضافة أسهل من الراوتر، يعني عن طريق واجهة المستخدم نفس الحكاية، بس نشوف عنوان الاي بي. هذا عنوان الاي بي 10.0، معليش هذا 10.0.6.2. طيب نختار مثلا بي سي 4، نروح وين للديسكتوب، ديسكتوب اي بي كونفيجريشن، وصلنا هنا. الحين هذا رقم المنفذ، فاست ايثرنت 01 منفذ البي سي. في طريقتين للإضافة، ستاتيك او عن طريق سيرفر دي اتش سي بي. هذا ما هو معنى، يعني تقدر تضيف سيرفر في نفس الباكت تريسر وهو يعطي عناوين راندوم اوتوماتيك، يعني بدون تدخل منك، بس تعطيه عنوان يبدا منه وعنوان ينتهي منه. ستاتيك يعني انت اللي تضيف العنوان. طيب هنا اي بي فيرجن 4 ادرس، هذا عنوان الاي بي اللي بتضيفه، هذا 10.6.0.6.2. لو تلاحظون ان نفس 10.0، معليش 10.0.6.2، ان نفس الرينج تبع الاي بي حق الراوتر. شوف الراوتر كم هنا، المنفذ هذا 0 اللي متصل على طريق الكمبيوتر 10.0.6.1، وهنا 10.0.6.1 نفس النتورك ادرس، بس غير في اخر خانة اللي هي خانة الهوست. طيب وهنا لازم اغير الماك ادرس، عشرة 0.6.2 255 255. هذا هو لما تحط عنوان الاي بي هنا هو على طول يعطيك السبنت ماسك. هذا بالنسبة للكلاسات، اذا انت ماشي على نظام الكلاس كلاس اي بي سي. هو هنا لا، هذا كلاس لس ادرس، يعني ما هو مندرج، يعني لو هذا المفروض انه كلاس A، كلاس A اللي هو نوريكم بس الفكرة بسيطة عن العناوين الاي بي والكلاسات تبعها. شوف كلاس A يبدأ من كم، من 0 إلى 127، وهنا عندنا العنوان يبدأ من 10، يعني هو باي ديفولت حط له سبنت ماسك 255.0.0.0 اللي هي هنا. شوف لو احذفها مرة ثانية واحذف هذا 10.0.6.2، شفتوا حط على طول 255، لان كلاس الاي كلاس، اي كلاس اول ثلاث خانات بس هي حقه النتورك. ان شاء الله ما هم يعني الشرح واضح. بس نغير الماك ادرس، يعني 255 255. بعدين يطلب ايش، الديفولت جيت واي. الديفولت جيت واي اللي هو عنوان الراوتر اللي هنا، ديفولت جيت واي يعني زي ما تقول رقم البوابة اللي يطلع منها. كم رقمه هذا؟ فاست ايثرنت 10.0.6.1. نضيفه هنا ديفولت جيت واي 10.6.0، خلاص تطلع من هنا. هذا الجهاز الحين شغال. لو نبغى الجهاز الثاني نعطيه عنوان اي بي، هذا 10.0.6.1، والاخير هذا تخليه فاضي، هذا دي ان اس سيرفر ما نستخدم فيه، دي ان اس الدومين نيم سيستم. والملف صراحة ما هو كامل،
يعني حاولت أشرح اللي أقدر عليه، وإن شاء الله أنه بسيط يعني ما هو صعب، بس كفكرة عامة يعني إن شاء الله أنه وصلت المعلومات كاملة. الحين لو أبغى أعطي هذا مثلا عنوان، أروح للديسكتوب اي بي كونفيجريشن 10.0.6.3 وأغير هذه 255 زي ما قلنا أن هذا كلاسلس، فأنا أحدد سبنت ماسك والديفولت جيت واي أحط نفس عنوان الراوتر 10.0.6.1 هذا عنوان الراوتر. طيب لو ابغى اتاكد ان الشبكة عندي شغالة ولا لا، في بروتوكول اسمه البينك الاي سي ام بي، هذا اللي زي الصدى يعني، ترسل باكت من الجهاز هذا للراوتر، تقول له يعني زي ما تقول تسمعني انت، واذا سمعك هو يرد لك. ندخل على الجهاز، نروح على الكوماند برومبت، اكتب بينك 10.0.6.1 هذا عنوان الراوتر. شوفوا الباكيتات، هذا جاء رد، هذا رد من نفس الراوتر، يعني 4 باكيتات رسلت و4 باكيتات استقبلت، يعني ان الراوتر مضبوط وشغال على نفس اللينك. وفي طريقة ثانية اني ارسل باكيت من هنا، اختار من الجهاز هذا من هنا لين هنا، اروح للسيميوليشن مود ووضع المحاكاة واشغل. شوفون الباكيت هذه اللي هو الرسالة راحت من هنا، راحت للسويتش، الحين تروح من المنفذ الثاني، تطلع من منفذ فاست 0/1 الى 0/2 الى 0/1، طالما انها خضراء يعني وضعها اوكي كامل. ومعلومه اخيره بس، لو تحط الماوس على اي جهاز راح يطلع لك المنافذ الشغاله وعناوين الاي بي تبعها، زي هنا فاست ايثرنت 0/0 معطيك عنوان الاي بي والسبنت ماسك اللي هو 24 تبعه، وبرضو نفس الحكايه الماك ادرس. ومعلومه اخيره بس، لو تحط الماوس على اي جهاز راح يطلع لك المنافذ الشغالة وعناوين الاي بي تبعها، زي هنا فاست ايثرنت 0/0 معطيك عنوان الاي بي والسبنت ماسك اللي هو 24 تبعه، وبرضو نفس الحكاية الماك ادرس.